النهاردة حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء هترسل مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017-2016 للبرلمان لدراسته بعد أن انتهت من إقرارها امبارح. أشرف العربي وزير التخطيط قال أنه عرض على مجلس الوزراء اليوم مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجديد، موضحا أنه من المستهدف أن يتم تحقيق معدل نمو يتجاوز 5% العام المقبل مقارنة ب 4.4% العام الحالي، وأن الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلى 3.3 تريليون جنيه، بنحتاج تحقيق استثمارات ب 530 مليار جنيه، بما يعني تحقيق معدل استثمار 16.5% في العام المالي الجديد، وأيضا استهداف معدل نمو اقتصادي من 5 ل 6%. بينضم لنا على الهاتف النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد. سيادة النائب رحب بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. دلوقتي امتى نبدا بقى في الشغل الفعلي؟ يعني خلاص كده مشروع اللائحه خلص وتم ارساله لرئيس الجمهوريه. دلوقتي اللي بيحصل ان احنا في انتظار نشر مشروع اللائحه في الجريده الرسميه. حينما ينشر مشروع اللائحه في الجريده الرسميه تبتدي الخطوه التنظيميه الاخيره، وهي انتخابات اللجان النوعيه للمجلس، ودي بتحدث اول ما بيحدث عوده اللائحه او نشرها في الجريده الرسميه. بيتم غلق باب الطلبات او التحويلات من لجنه الى اخرى، ثم يتم تشكيل اللجان النوعيه اللي بيحال اليها القوانين وبيحال اليها مشروع الموازنه نفسه عندما ياتي الى المجلس، وهي اللي بتقوم بعملية دراسة وتنقيح القوانين لعرضها على الجلسة العامة. طيب المفروض دلوقتي كمان ان حكومة المهندس شريف اسماعيل هترسل الموازنة العامة للدولة، انتم كبرلمان هتاخدوا وقت قد ايه في دراسة هذه الموازنة العامة؟ طيب خلينا دلوقتي نقول احنا الخطوات اللي قدامنا الاتية. يعني احنا عندنا الجلسة القادمة هتكون جلسة يوم الاحد ان شاء الله في تمام الساعة 11 ان شاء الله، دي هيتم مناقشة بعض طلبات الإحاطة اللي هي تم تقديمها بالفعل لمواضيع رقابية متعددة، ثم بعد ذلك أيام الاثنين أو الثلاثاء في خلال الأسبوع سيتم عملية تشكيل اللجان النوعية، ثم ستحال هذه الموازنة. طبعا هتحال لجنة الخطة والموازنة واللجان الأخرى المختصة للبت فيها. عندنا الاول بيسبق موضوع الموازنه ان هو يجب بالاساس الرد على بيان الحكومه، ودي اللجان المختصه شغاله في الموضوع دلوقتي. ده بيتعارض، كنت لسه اسال السؤال ده، هل ده بيتعارض مع اللجنه المشكله لدراسه بيان الحكومه؟ لا 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 لا, لا, لا تتعارض معها نهائيا، لان دي لجنه مختصه بموضوع معين، واللجنه دي بالفعل مجتمعه النهارده. يعني النهارده كان اللجنه ديت الوزير الدكتور اشرف العربي نفسه موجود مع اللجنه الجزء الخاص بدراسه المحور الاقتصادي، مع الوزير عمرو الجرحي وزير الماليه لدراسه المحور الاقتصادي، ثم عندما تشكل اللجان النوعيه سيتم دراسه الموازنه من خلال لجان نوعيه، لان الموازنه برضه ودراستها واقرارها حق اصيل من حقوق البرلمان. اشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد.